كلهم يجننوا الحقيقة، يعني استمتعنا معاهم جدا جدا جدا. لكن خلاص نسيب العمل ده بقى، وهو كامل العدد بلس وان، هنتكلم عنه طبعا في سياق حديثنا، لأن ضيفنا النهاردة هو مخرج متميز جدا في كل أعماله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما بحسدش. قدر يعني تقدروا تقولوا إن هو قدر إنه يحقق المعادلة الصعبة في الأفلام وفي المسلسلات اللي عملها، قدر إن هو يحقق معادلة الإثارة مع الكوميدي. من الواضح كده ان هو مخرج بتستهويه كمان التحديات الصعبة، وخصوصا في الكوميديا وتوظيف الشخصيات اللي ما تتخيلوش ان هيطلع منها كوميديا، لا بنشوفها على الشاشة كوميدية وبتضحك. صحيح هو مالك ادواته، لان هو طبعا يعني خريج سينما وده على مستوى الدراسة، انما هو اصلا منقوع كده نقع وهو صغير في وسط السينما ووسط الدراما ابا واما. من اهم اعماله طبعا من اهم اعماله كمخرج فيلم تسليم اهالي وكذبه كل يوم ونادي الرجال السري، اما في المسلسلات الوصيه مكتوب عليا وطبعا ترند رمضان السنه دي كامل العدد، وطبعا كامل العدد بلس 1 وكامل العدد الجزء الاول اللي شفناه رمضان اللي فات. هو كمان اشتغل في بداياته كمساعد اخراج مع مجموعه من اهم كبار مخرجي الدراما والسينما، من ضمنهم طبعا مسلسل زيزينيا للعداله وجوه كثيره، كمان فيلم الجزيره مع استاذ شريف عرفه، واحد من الناس، وكمان اكتر من عمل، وده اعتقد برضو كان مهم جدا جدا. وسعداء جدا ان معانا، شوفوا بقى كل الحاجات دي وشوفوا الكلام ده كله، وهتلاقوا راجل بقى هادي جدا وراسي ومش كده، مخرج الجميل خالد الحلفاوي، منورنا. اهلا وسهلا. ازيك يا خالد، عامل ايه؟ الف مبروك طبعا، يعني لازم نهنيك على موسم رمضاني رائع ناجح، الناس بتتكلم عنه لغاية دلوقتي، البرامج بتستضيف نجومه حتى اللحظة، فألف ألف مبروك. الله يبارك فيك، شكرا. قبل أي حاجة، فكرة أنه يكون في جزء تاني كانت أعتقد يعني مطلب جماهيري كانت بريشر، بس دايما الأجزاء التانية القليلة قوي، أنه الحمد لله ما شاء الله، يعني أنه كان نفس نجاح الجزء الأول بل كمان ممكن يكون أكتر، يعني الناس حبت لا ده الناس بتطالب بالجزء الثالث دلوقتي. وبتطالب بالجزء الثالث، فالحسبه كانت جايه ازاي وما كانش في خوف او مخاطره من انه خلاص يا جماعه نحافظ على اللي عملناه بلاش؟ لا، هو دايما في خوف وقلق عموما حتى في الاولاني، بس الحسبه سهله، الناس ساعات بتفكر فيها بشكل معكوس، يعني يقول لك الله نجح يلا نعمل جزء تاني، المهم ما يلاقوش حاجه يقولوها فنرجع احنا نقول الاجزاء التانيه ما بتبقاش حلوه زي الاولاني. صح، هو القرار اصلا متاخد غلط. مفيش حاجة اسمها هنعمل جزء تاني ولا لا، في حاجة اسمها عندنا حاجة نحكيها بنفس القوة أو أحسن، عندنا، طب ما تيجوا نعمل جزء تاني. ونفس الكلام ينطبق على التالت أو الرابع أو العاشر. إنما ما ينفعش ناخد قرار جزء وأنت لسه مش عارف هتقول فيه إيه. بالظبط. هنا بقى تيجي الأجزاء دي أضعف دايما، هي مش دايما، هو إحنا بس حطينا زي ما بيقولوا العربيه قبل الحصان، او تعودنا يعني للاسف. يعني برضو خلي بالك ان احنا كمشاهدين بقى، احنا في الاول في الاخر متلقي، فالمتلقي ده في الاخر بيلاقي نفسه لا يعني قليل، يعني حتى في الدراما يعني ما كانش دايما فكره الاجزاء الثانيه، الا طبعا في استثناءات ليالي الحلميه ومش عارف ايه دي حاجات ثانيه، بس عامه لا، عشان القرار كان بيتاخد قبل ما قبل التفكير. بالظبط كان متاخد. طب موضوع الكوميدي ده مش سهل، الكوميديا تقديمها في الدراما او في الافلام مش بيبقى الاختيار الاول لاي مخرج، دايما المخرجين عايزين ايه؟ اكشن وعربيات بتتكسر وازاز مش عارفه ايه او دراما والبطل بيطير وبيضرب دراما وعياط، ويعني دايما السكسي في السينمات والمسلسلات بيبقى للدراما عمر اطول. اختيار خالد الحلفاوي للكوميدي وبراعته في تقديمه، هل ده قرار؟ هل انت بتحب اللون ده اكتر من اي لون؟ ليه؟ لا مش حقيقي، هو مش قرار، وانا اتزنقت في الركن ده وهاتك يا ضرب. انا ما عنديش مشكله اعمل اي جونر، يعني مانيش حالف اعمل كوميدي، هو انا عشان يمكن حظي جه ان البدايه كانت كوميدي، واحنا في مصر بنخاف من التغيير جدا. صح. فبس ده بتاع الكوميدي بقى اهرو سيناريوهات كوميدي. لكن انا كخالد المخرج يعمل اي حاجه، والكوميدي اصعب لون في تنفيذه. يعني الاكشن هنجيب مصمم معارك كويس وهنحط كاميرات كتير وهنصوره، والدراما كده كده الناس مشدوده انك تضحكي حد قاعد غصب عنه.
صعب قوي دي، فيها شعره ما بين الاستظراف واستجداء الضحك وشحاته الضحك وانه الضحك يجي بشكل تلقائي، دي صعبه جدا. لكن ده بيبقى الكلام اللي بيقولوه او المواقف دي بتبقى مكتوبه، لكن المخرج هنا هل بيبقى له تدخل؟ المخرجين الايام دي كمان بيتدخلوا في النص ويقولوا احنا عملنا ورشه مع بعض وقعدنا نكتب مش تدخل، لا ما اقصدهاش بشكل كتوجيه، يعني نيجاتيف توجيه، كتوجيه او اختيار المواقف ده طبعا بتفرق من مؤلف لمؤلف. يعني في اعمال اكاد اقول ان انا كتبتها من اول وجديد لوحدي كده على جنب، باين على فكرة. وفي اعمال ما بتبقاش محتاجة التدخل الشديد ده، بس طبعا ما فيش مخرج مش هيحط روحه في الحكاية. فاي مشهد بيتصور نادرا ما مشهد يعني بيتقال زي ما انزل، مش قرآن يعني، صحيح، بنشوف هنا في رد اكثر يعني بني ادميني اكتر، حاجه دمها اخف، جمله مختصره تختزل كلام كتير ممكن يبقى اقوى لو اتقال في جمله واحده. روح المخرج يعني اكيد بيحول السيناريو لحم ودم، ما هو اكيد بيجيب من عنده، هيجيب منين؟ صح طبعا، وشخصيته. بس بقى روح المخرج خصوصا مع الاطفال والمراهقين اللي في المسلسل، طبعا يعني خلينا نقول الجراندات يعني والنجوم الاثنين هيكون عندهم شويه حنكه في الحته دي، لكن يمكن الصغيرين هيبقوا ممكن عندهم صعوبه. بمعنى لما الواحد بيعمل حاجه ناجحه ويتفرج عليها خلاص، وخصوصا لو كان صغير شويه، لما تيجي تقول له اعملها تاني تمام، ممكن نقع في فخ انه يبتدي يكون يشوف دي عجبت اعمل زيها، يبقى نسخه مشوهه او نسخه فيك من الحاجة اللي كانت طالعة بطبيعية وتلقائية فنجحت. خلاص ازاي احنا الحقيقة، انا برضو كمتلقي لاحظنا ده مش موجود خالص، وخصوصا مع الولاد الصغيرين او مع الاطفال اللي كانوا في والتينيجرز، ما كانش في ده خالص، كان في طبيعية وتلقائية وما كانش في فيكنس. ازاي برضو حضرتك عرفت تتعامل مع ده او نبعد عنه ازاي؟ ما هو الشاب او الشابة اللي حضرتك بتكلم عليهم هو مش متساب لنفسه، مفهوم يعني طبعا. لو ده لو انا حسيت ده هوجه هلم حصل أنزل. بدون طبعًا. بدون ذكر طبعًا. حصل طبعا، اوكي يعني وطبيعي، ومع الكبار مش بس الصغيرين، اوكي ما هو يعني ما ينفعش حاجه انسانيه، ما ينفع طبعا يعني لما يبقى عندك اوركسترا لو متسابه الفيولين هيلعب زي ما هو عايز، هو شايف انه يعلى هنا، بينما اللي ماسك الفلوت شايف انه لا هنا بالراحه، فهيتحول الموضوع مش راكب على بعضه. مين اللي شايفهم كلهم في صوره كبيره؟ هات بقى نزل ده وطلع ده عشان يبقوا صف واحد بالظبط. طب تعالى نتكلم عنك شخصيا بقى شويه، وبعدين نرجع تاني للافلام أمر. والمسلسلات. يعني اب وام غيلان تمثيل، يعني فردوس عبد الحميد النجمه الرائعه اللي بعشقها طبعا كلنا بنعشقها، والفنان نبيل الحلفاوي، يعني ازاي الكومبينيشن التوليفه دي اثرت ازاي فيك؟ والله انا ما كانش ليا علاقه قوي بشغلهم غير ان يعني ساعات بشوفهم في التلفزيون يعني، لكن ما كنتش من الاطفال اللي بتروح اللي لا 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 حاجات كده عمري ولا اعرف بيعملوا ايه. بس اختيارك انك تدرس سينما، انا ما درستش سينما، كنت عايز اصلح فعلا دي. انا خريج تجاره انجليزي عادي جدا. الله 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 الله، الغلطه عندنا تجاره انجليزي، ما درستش سينما. رحنا السينما ازاي بقى؟ الله، دي قصه طويله حكيتها كتير لدرجه بقيت ازهق منها. لا خلاص ممكن نقولها باختصار. هو باختصار يعني انا كنت مقدم معهد سينما قسم سيناريو مش اخراج، وقبلت في الاختبارات القبول وما رحتش. يعني انا وابوي قعدنا كده فاقنعني انه فكره الكتابه، ما هو يا ابني معظم المؤلفين الكبار ما حدش فيهم خريج، ما شوف حاجه مضمونه واكتب على جنبه لو عشان يبقى في حاجه تسنى، المنطق المعتاد. وانا اقتنعت بيه اهالي ودخلت تجاره، ضيعت 4 سنين جامعه وثلاث سنين شغل، وبعدين somehow الدنيا لفت واكتشفت يعني ايه اخراج، ما كنتش عارف للدرجه دي، انا ما كنتش ليا علاقه بشغلهم خالص، ما اعرفش المخرج ده بيعمل ايه. اوكي. ولما يعني ربنا نور لي بصيرتي ادركت ان انا في الحته دي كمان احسن من موضوع الكتابه. ال- 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 الخطوه اللي اعتبرتها بعيدا عن مساعده الاخراج، بس خلينا نقول الخطوه اللي اعتبرتها كانت خطوه مهمه بعيدا عن برضو التوقيت، يعني ممكن يقول العمل الاول كمخرج كذا، بس انت كنت حاسس انه العمل اللي انت لا هنا انا عملت حاجه مهمه، كانت فين؟
كانت أني عمل ما اقدرش اقول انا على نفسي عملت حاجه مهمه، بس في اعمال بحبها زي كذبة كل يوم، زي الوصيه، زي كامل العدد، نادي رجال السري، تسليم اهالي، كل الاعمال يعني. ما اصل انا اللي عاملها يعني صحيح. حتى لو مش حلوه انت لو خلفت عيل شقي مش هتحبها منه يعني، حرميك هتحبه برضه يعني. طبعا طبعا. هل اتاثرت بالاستاذ جمال عبد الحميد والاستاذ محمد فاضل؟ طبعا. والتاثير مش باين، مش عارفه يعني، مش كجوده، لا التاثير ما حصلش صوره من اعمالهم يعني، مش كوبي، مش حاسه بالروح بتاعت اعمالهم في اعمالك. حاسه انك بتجيد لكن في روح تانية خالص مسيطره على الاعمال. انا لو حاولت اعمل الروح بتاعت اعمالهم مش هعرف، لان دي حاجه زي بصمه الصباع. يعني حضرتك لو بصمتي هنا وانا بصمت مش هعرف اقلد بصمتك. دي حاجه دايما المساعدين للاخراج بيتاثروا بشكل او باخر. تاثروا التاثر ملوش علاقه باللي طالع منك بقى. تاثر في واحد خدت منه حاجه، الثاني غير كيفيه التعامل. علمني مثلا، في واحد تاثرت بايقاعه في المونتاج، واحد تاثرت بتعامله مع الناس، واحد ثالث كيفيه اداره يعني اكيد لما بتعاشري حد بتتعلمي منه تعملي ايه وما تعمليش ايه برضه نفس الوقت. مهم جدا انه نقف عند حته انه عموما معظم اعمال او انت قابلت اعمال كتير كان فيها كوميديانات، هم بيصنفوا ككوميديانات. يعني اكرم حسني مثلا مع حفظ القاب للجميع، احمد امين، دول ناس اشتغلوا كوميديا. كامل العدد لو دورت مش هتلاقي حد كوميديان اصلا. أيوه. هم ممثلين جيدين جدا ونجوم، وده اسهل لانه اصعب شيء انك تعمل كوميديا مع كوميديانات فعلا، لانه طبعا حاسين ان احنا هم بيضحكوا. لا ده الاستظراف داخل علينا بقى فارد دراعاته ليه؟ لانه الكوميديان عنده احساس ان انا كل ما افتح بقي لازم اضحك. فبصرف النظر السيناريو ده مكتوب حلو مكتوب وحش، المشهد اصلا بيضحك ما بيضحكش، انا هفتح بقي هضحك. فدايما عنده الا من رحم ربي يعني، طبعا في استثناءات زي هشام ماجد، زي اكرم حسني، في ناس عندها الوعي بتاع ان انا مش جاي انكت يعني. انما كتير منهم بتواجه مشكله انه انت بنحط سكر على العسل، فبقى شيء مجزع استظراف، بيبقى في صعوبه انك تلمه. لا معلش، ما طب ما تيجي ما نقولش دي، ما احنا اصل لسه قايلين، هم عايزين يدوا كل حاجه، كل اللي عندهم ماكينه افيهات. وده في رايي ده مش هل في منهم بياخدوها زي ما بقول لك كده، بيقول لك بالانجليزي يقول لك بيرسونال، يعني في ناس بياخدوها ان هم انت كده بتكبح جماح طبعا يعني داعي وانا يعني جاي اهزر وانا جاي اضحك، انا بميك يبقى انا دمي تقيل يعني، فهو يبقى حاسس ابتدي هو يتاثر نفسيا. لا مش الدرجه معايا، مش الدرجه دي، انا بحرص انه اللي قدامي يبقى فاهم قوي انا بقول كده، انا ما بقولش لا وخلاص ولا لعيالي ولا للممثلين، لمصلحته بقول لا ولا ليه. فهم بيبقوا فاهمين ان انا قلبي على الشغلانه، بس في بعضهم بيبقوا شايفين يعني انت مفلسف الحكايه قوي يعني، ده كوميدي احنا بنهزر يعني. في ناس ما بتبقاش مدركه فكره انه زي ما بيقولوا بالانجليزي less is more. طبعا. صح، وهي شعره بسيطه ما بين الاستظراف. لكن في ناس فاهمه زي يعني مثالين، مش دول بس لكن دول اللي حضروني في بالي اللي اشتغلت معاهم، هشام ماجد واكرم حسني، فاهمين ده جدا. بالعكس هم اللي بيجوا ساعات يقولوا لي حلو، اقول له انا استظرفت، اقول له لا كويس، لو مش عارف حاسس اني استظرفت. فدول اريح، هو ترمومتر نفسه، دول اريح. والاريح والاريح اللي مش كوميديان اصلا، اللي هو زي حاجه زي كده، لانه مش جاي عنده طموح ان انا هوقع الناس في الارض من الضحك، فبنشتغل بجد بقى. بمناسبه برضو كامل العدد بلس 1 والعدد الكبير من الاطفال والشباب اللي كان موجود، في مخرجين بيخلوا الكاست بتاعهم كله ياخد ورش وياخد دايركشنز بطريقه الاداء اللي هيدخلوا فيه الافلام، وفي مخرجين هم الورشه هم الاداء، حضرتك مين فيهم؟ لا احنا الورشه بس احنا الفرح. بالظبط، انا قصدي نفس معلش والله انا اسف انا قايلها بنفس بمناسبه الافيهات يعني. بس طبعا احيانا بنعمل كده مع بالذات مع الصغيرين خالص يعني، على ما اتذكر سيليا اللي هي فرح غالبا برضو راحت خدت التوينز، لانه
برضو السن ده مهما انا مش اكتنج كوتش برضو انا مخرج بقول وجهة نظري بعدل بتاع السن ده محتاج شغل اكستنسيف اكتر وانا بحضر المسلسل مبقاش عندي وقت ان انا اتفرغ كومبليتلي لمدرسة تمثيل الاطفال فدول ممكن انما الكبار لا روحوا خدوا ورش هم ده شغلته ممثل هم اللي انا جايبه ليه انا مش جايبه علمه تمثيل انا جايب انا جايبه اخترته هو عشان شايفه مناسب لهذا الدور ويقدر يعمله وبوجه اداؤه بفاين تيون يعني بظبط الطبخة ولكن ان انا هروح ابعته يتعلم تمثيل طب جايبه ليه ما انا اجيبه لا هي في وجهة نظر تقول لك ان في ادوار معينة مثلا معينة بتحتاج تجهيز معين للدور ده مثلا انت كمخرج مش مطالب تعمل كل الهارد ورك اللي في الاولاني بمعنى مش شرط انه يكون هتعلم تمثيل لو في دور مثلا لو حاجة في دور في حاجه تهيئه نفسيه يعني لا ده انا ما عداش عليا ظرف مش عارف لو في دور من يعني النوبة وهي اصلا مش من النوبه فلازم لا ده لازم يتمرن حاجات كده يعني ده لازم يتمرن على لهجه على قصدي اقول انه مش مشكله اللي في ده بالعكس الدور بعيد قوي عن المتوقع والراجل او الست حاسس انه محتاج لا انا مش طبعا عشان هوفر على المخرج بعد كده اقول له لا طبعا صح. يبقى من الغباء ان احنا ما نعملش ده انا بتكلم من تجربه انا يعني عمري ما تعرضت للدور اللي هو ايه ده هنعمله ازاي ما جاليش لسه تتمنى يجيلك بتكلم على طبعا حاجات كده طبعا اي حاجه خارجه عن النمطي ده تشالنج لطيف ايه الجانر اللي ممكن تحب تعمله غير الكوميدي اللي نجحت فيه جدا جدا السيناريو كويس بس ايا كان رعب بقى ساي فاي ساينس فيكشن اي حاجه ولا ما بفكر في ده السيناريو الجيد اللي هو عزه وجود بس المخرج بيبقى انا بحس يعني ممكن يبقى غلط يعني لكن بحس ان اللي طالع لي على الشاشه ده احلام معينه جوه راسه وهو بيتخيلها وبيطلعها لي فيجن انا ما بفكرش انا هعمل ايه الاسبوع الجاي فعلا يعني من النهارده ما بتجهزش مثلا انا عايز سيناريو يكون مختلف انا عايز رؤيه لفيلم كلنا عايزين سيناريو يكون مختلف ادي السيناريوهات اقعد اقرا لكن اللي انا الشهر الجاي هعمل والسنه الجايه هبقى وصلت لان انا صفر انا الاسبوع ده فاكر مواعيده بالعافيه اللي بيضحكك هو اللي بتعمله نعم لما بتقرا الورق اللي بيضحكك لا مش اللي بيضحكني اللي بتعاطف معاه حاليا طبعا انا اتغيرت على مدى السنين ما الواحد بيكبر في السن صحيح. وبيكبر في المخ وبيكبر صحيح. في زمان اول ما ابتديت كان في فتره بتاعت ايه ده كوميدي لازم نضحك قوي وبتاع طب هنا بقى لنا مشهدين مفيش حاجه تضحك طبعا لكن في اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي اخر همي انا انا مش جاي اضحك ضحك بيجي لوحده انا عايز حاجه اتعاطف معاها وبالتالي في ناس زيي هتتعاطف معاها ضحكوا بقى يا خير وبركه بونص ما ضحكوش متعاطفين ومبسوطين خلصت كان في تعليق برضو مهم يا دينا واعتقد اكيد قريته كتير انه دام الاعمال القليله تحديدا العمل ده اللي هو كامل العدد يعني كان الاعمال القليله اللي ادت حق ان يكون في ادوار لفئات عمريه ما كناش بنشوف لها ادوار بمساحات مهمه يعني دي ماما ودي بابا والعيال بيجروا في اللوكيشن كده وعامل لك سندوتش كل الحاجات وربنا يخليك لينا وكده ده ما حصلش في كذا خط درامي رئيسي وكذا شخصيه طبعا مي جمال استاذ اسعاد يونس مع حفظ القاب للجميع احمد كمال استاذ الفت كل الخطوط دي والنجوم دول كان عندهم مساحات المشاهدين اللي في الفئه العمريه دي تعاطفوا معاهم فيها فانا عايز اعرف ده كان برضو قرار ولا مش قرار متفق معايا ده غصب عنك ده غصب عنك ما كانش ينفع يحصل غير كده في حدوته زي دي انت اصلا بتحكي قصه عيله عندهم 7 عيال وهمهم الاكبر العيال وهنعمل ايه في العيال فازاي العيال انت لو حاولت ما تديش العيال مساحه مش هتعرف لان هم الموضوع اما بالنسبه للكبار طبعا ده من زي ما بقول لكم الواحد تفكيره بيتغير انا دلوقتي في حته انه الدور اللي مش مهم او مش مؤثر طب احنا مضيعين وقتنا معاه ليه؟ لازم كل كلمه تتقال مؤثره يعني فلان ده انت مقدمهولي ليه كمؤلف؟ عشان هيعمل ايه؟ عشان هيقول سواء خير اتفضلي بلاش منه. اللي واخد دور لازم يبقى له لاين لازم يبقى له وبالذات ده مسلسل يعني عندك المساحه وعندك الوقت فده بديهي بالنسبه لي يعني ما
مفيش غير كده. يعني يعني هل تم إضافة الأضواء الخطوط الدرامية دي عشان هم موجودين ولا لا؟ لا هو طبعا في النص الأساسي. لا طبعا دي حدوتة مكتوبة وجبنا لها ممثلين بالعكس. اوكي. يعني قبل ما نختم دايما بيبقى المخرج زمان كان بيبقى ده مخرج دراما، لا ده مخرج سينمائي ويتكتب في التايتل بتاعه. انهي اقرب لقب ليك وانهي اللي بتلاقي فيه متعه اكتر، الفيلم ولا المسلسل؟ السيناريو كويس برضو، اصل التكنيك بيختلف هنا وهنا مش ولا خلاص مش للدرجه دلوقتي اللي حضرتك متخيله. هو المسلسل مرهق اكتر طبعا نظرا للمشوار الطويل والحلقات الكتير وعدد الممثلين الاكبر واللاينات الاكتر. اهلاوي بقى ولا زملكاوي؟ اهلاوي. اهلاوي بس يعني تتعامل مع بابا ازاي؟ انا عامله له فولو على كل السوشيال ميديا. نبيل اهلاوي بس انا مش زي استاذ نبيل يعني مش اللي هو دول ما فوتش ماتش واكتب وبتاع. لا والتحليل والنقد والبتاع. انا بالنسبه لي يعني الاهلي دول فرقه مصريه والزمالك فرقه مصريه، وانا ما حلفش حد من قرايبي بيلعب هنا ولا هنا. وانا ساكن في مصر الجديده ودول في ميت عقبه ودول في يعني مش تمام. يعني كان ممكن يبقى الفريق اللي في المسلسل كان ممكن يبقى الزمالك؟ لا الحاج ازعل. الله قلت لك بقى. وهنا يا جماعه هخطب فقرتي عشان انا كده بص بس انا كده جبت الصح يعني. انا سعيد جدا. انت بتتكلم انت الاستاذ نبيل الحلفان في لا في لقطات بص عماله الصوت لو غمضت عيني هسمع الاستاذ نبيل الحلفان. لو بصيت لك من اليمين هلاقي نبيل الحلفان، من الشمال فردوس عبد الحميد الرائعه. انا بس عايز اعلق، انا بهزر لما بقول الحاج ازعل عشان في ناس زعلت فعلا من حكايه الاهلي اهلي وزمالك. وانت هتختار فرق، انا لو كنت اخترت الزمالك كان الاهلي زعلوا، لو اخترت كان الزمالك زعلوا. صحيح. فهو معظمنا اهلاويه، فرج ابويا حمزه اهلاوي ومعظم يعني فالاغلبيه تكسب يعني. صحيح. مستنيين الجزء الثالث، لو هيبقى في جزء ثالث مستنيين جدا جدا، ولو ما كانش مستنيين كل اعمالك، لانه فعلا زي ما قلنا احنا كسبنا في السنوات الاخيره مجموعه من المخرجين المهمين وحضرتك من هذه الاسماء المهمه، فسعداء جدا بنجاحك وان شاء الله نشوفك تاني. نورتنا. على نجاح اكبر. نورتنا. وما تسيبش الكوميدي علشان الكوميدي اللي مش فج هو ده اللي احنا فعلا محتاجينه. بنضحك بطبيعه بجد، التيمبو رائع كمان. تلقائيه صحيح وطبيعيه. السيناريو الجاي بيحكم الموقف. صحيح. ومن السيناريو الجيد زحكوا بالموقف ده يمكن يكون عنوان الفقره اللي كانت مع استاذ المخرج خالد الحنفاوي. هنطلع فاصل ونرجع تاني لسه معاكم في انا وهي وفي هو بس مش معانا النهارده.